لكن في العودة هذا اللي مهم جدا، لأنه نعم. إخواننا المغتربين يظنوا صايل الآن أنه يجي البلد يجي غير بطاقة تعريف، وهذا اللي مناش حابين يعني لازم يفهموه، لأنه هذا القرار استثنائي من أول ماي 31 أكتوبر باش يسهلوا المهمة تاع المغتربين تاعنا يجيوا إن شاء الله يقضيوا العطلة الصيفية. وكما قلت لهم أنا راح نصيفوا قاع كامل يجيوا إن شاء الله نصيفوا. ونقطة مهمة كذلك أنه كيجيوا عندهم حالة اللي يقدروا كذلك هما يستفادوا منها، أنه للمعلومة سيدتي المحترمة أنه في وزارة الخارجية فيه يعني مصلحة للحالة المدنية سيرفيس ديتا سيفيل، شغل بلدية ولا شغل القنصلية راهي هنا، فبإمكان المغتربين تاعنا اللي جا يعطيك الصحة اللي جا بالجواز سفر نهاية الصلاحية تاعو أو بطاقة التعريف بإمكانه أنه يجي هنا الوزارة الخارجية يدير جواز سفر استعجالي أن باسبور ديرجونس تاع سنة هكذا باش يسهل المهمه. درك ماهوش معناتها انه الدوله قالت يعني يدخلوا بكارت ديدونتيتي، درك الجزائر يقول لك يا جماعه سي بون الجزائر كارت ديدونتيتي نجيبها على مدار السنه. نعم. فهذا جواز السفر، جواز السفر هو ملك اولا للدوله الجزائريه. نعم. وكذلك وثيقه رسميه، وبالتالي اذا ما جيتهاش في الجزائر، اذا ما دخلت في الجزائر بلا كارت ديدونتيتي، في يوم ما راح تسافر الى اي بلد اخر ومطالب انه تسافر بجواز السفر.